السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، أنا أريد شراء سيارة من معرض بالتقصير. طيب. وهذه السيارة سعرها 300,000 بالتقصير و275 نقدي. أنا اخترت بالتقصير، والتقصير يكون أن أدفع 80,000 مقدم وأقسط الباقي على أشهر لمدة سنة. هذا السؤال. أنا أريد شراء سيارة بالتقسيط. حسن. من صاحب المعرض. طيب. يعني هو اللي يحصل بالتقسيط. سعر السيارة 275 نقدي. وبالتقسيط 300,000. هذه كلها خيارات. 80,000 مقدم. 80,000 مقدم والباقي على أشهر من مدة السنة. وإذا كان تأخرت في هذه السنة لم أدفع سدد يعني. يعني هذا المبلغ علي ضريبة التأخير يعني. لا يجوز. لا يجوز أي مقدم أو ضريبة. لا، شفت الصورة الجائزة. صاحب المعرض يخيرك كيف يشاء، تشتري قسط، تشتري نقدا، تخيير لا بأس به. أما هذه الشروط إذا تأخرت تدفع غرامة تأخير قدرها كذا وكذا، لا يجوز. نعم؟ والله يا أخي الشرط هذا باطل. السلام عليكم.